هي القصة هنا ببساطة، وحضرتك تأكد هذا المعنى، انه امريكا واسرائيل او اسرائيل وامريكا، سميها كما شئت، ترغب في شرق اوسط جديد بتصور جديد بتوزيع جديد وتوازن قوى جديد، تكون اسرائيل فيه هي قاطرة القطار. طبعا. فاما ان يأتي بالديمقراطية وان يأتي بمعزول الكلام ويأتي بالاغراءات ويقتل بالصفقات، او يأتي باشعال المنطقة وجود حرب عالمية تالتة تعيد صياغة المنطقة. صحيح. أود أن أذكر بس بأن تعبير هذا التعبير شرق أوسط جديد ليست هذه أول مرة يطلق فيه. يعني شيمون بيريز مع عقد اتفاق أوسلو بداية التسعينات تكلم عن شرق أوسط جديد، فكرة الأساسية فيه اللي كان هو يتبنى فكرة، وكان اسمه إيه المهندس، كان كيسنجر في كتابه كمان، شرق أوسط جديد، قائمة على تكامل ما يسميه الذكاء اليهودي مع المال العربي والعمالة العربية. وكان هو بيتبنى في ذلك الوقت لانه اخر نسل، كان من اواخر نسل تيار حزب العمل اللي كان بيفضل الانسحاب من الضفة وغزة لتخفيف الثقة للسكان الفلسطيني والخلاص منه، واحنا مش عاوزين اسرائيل كبرى، احنا عاوزين اسرائيل العظمى، اقل حجما جغرافيا لكن اكثر، لكن قوة، اكثر نفوذا وتأثيرا بوسائل اخرى. تمام. طبعا صعود التيار اليميني بعد كده حور فكرة الشرق الأوسط الجديد للمزج بين المعنيين من إسرائيل الكبرى، كامل فلسطين من النهر إلى البحر، زائد التأثير في من حولها قفزا على أسوار القضية الفلسطينية. يعني أنا طبع دولة عربية ما ليش علاقة هذه بحكاية القضية الفلسطينية، ما فيش قضية فلسطينية، ما فيش شعب فلسطيني. الفكرة القائمة الآن واخدة تلوين جديد، اللي هو التلوين الجديد اللي قايم على أنه ايران، قل في ايران ما شئت، ايران ليست يعني كأي دولة صاعدة في نفوذها لها مصالحها، فايران هي ايران ومصالح ايران مقدمة. اكبر مصلحة لايران هي فكرة المشروع النووي والقنابل الذرية، وهي في ذلك في تناقض مباشر مع اسرائيل، لانه اسرائيل من عناصر قيادتها المنطقة انها بتحتكر السلاح الذري الى الان. مظبوط. في التفاصيل بقى بتيجي بقيه التفاصيل، ما يسمونه اذرع ايران، جماعات متحالفه مع ايران، غيره 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 غيره، اعاده ترتيب الادوار. هذا الكلام في تقديري لن يمكن تحقيقه مهما فعلوا، لانه في حقائق اصلب في المنطقه. في قطاع، هذه امه يعني مخزونها التاريخي ومخزونها الثقافي الاستشهادي لا ينفد، وهي قادرة على عادة تجدد. يعني ايه قادرة على عادة تجدد؟ يعني مخزونها ده، ايمانها انجاز التعبير باختصار، يجعلها قادرة على الصبر على المكاره الى غير ما مدى، قادرة على الاحتمال الى غير ما مدى. يعني لو حضرتك تخيلت ان اللي حصل لعيت الشعب بالالف غارة حصل فوق اكبر مدينة اسرائيلية، انت مش هتلتقى ولا واحد اسرائيلي، مش هلاقي اسرائيل لسه قاعد اصلا، مش هلاقي اسرائيل، مش هتلتقي اسرائيل نفسها. صحيح. لكن هؤلاء العدو المقابل بالنسبة لهم خصم اسرائيل، هذه الروح وهذه الروح هي تزيدها التهابا واحتياجا بعدوانها المستمر والبلطجة وإشعال الحرائق في كل مكان والقتل بغير تمييز وإلى آخره، مستعينة بأمريكا، لأن احنا قاعدة تفكيرنا أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، وبينهما اندماج استراتيجي تؤكده الحوادث. طبعا تؤكده الحوادث ده مهم جدا للجمهور. في الختام، أنا لا أعتقد أنه هذه الحرب سوف تنتهي إلى أي نصر للعدو الإسرائيلي. ليه؟ لأنه أي حرب لها أهداف، الأهداف المعلنة من قبل حكومة نتنياهو سواء المحددة أو المموهة أو المعماه زي الشرق الأوسط وغيره لن تتحقق، لن يتحقق أن تقضي على حماس وأخواتها في غزة، رغم أنهم يطبقون الآن ما يسمونه خطة الجنرالات في شمال غزة، جيورا أيلاند وصحبه اللي هو تفرخها بالكامل تحولها إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولا إمكانية لاستعادة الأسرى لإسرائيل بالقوى المسلحة، ولا إمكانية لخلق وضع مستقر في غزة لصالح إسرائيل أو عميل لإسرائيل، ولا إمكانية لتصفية حزب الله حتى بسعي إسرائيل. نتنياهو هنا وجه خطابه للشعب اللبناني يدعو ببساطة لحرب أهلية جديدة ضد حزب الله. المقصود إشعال حرب أهلية في دعا اللبنانيين للانقلاب على حزب الله. وبعض اللبنانيين
صدرت عنهم تصريحات تلبي ان ده لا اريد ان اذكرهم، لان قضيه لبنان قضيه طيب. معقده جدا، وبالجمله لن تنتصر اسرائيل. ليه؟ لان الطرف المقابل المقاوم حين لا يخسر فهو ينتصر، اما اسرائيل فهي تخسر حين تعجز عن النصر، وهي سوف تعجز. بنك الاهداف لدى حزب الله هائل جدا، وهو شعاره اللي قالته غرفه عمليات حزب الله بالامس انه ببساطه سنجعل حيفا ككريات شمون. يعني كريات شمون اللي انت خرجتوا منها انتوا مالكوش قاعده في حيفا لو استمرت البتاع. يعني ايه مالكوش قاعده في حيفا؟ حيفا لوحدها 300,000 وحولها حاجه اسمها الكريوت، تجمع عدد من البلدان، ده تجمع عدد من البلدان الى جوار حيفا. لو اضفت الكريوت الى حيفا انت بصدد 500,000 اسرائيل. ثم ان الصواريخ والمسيرات بدات تدخل الى المنطقه التي يسمونها جوش دان اللي هي تل ابيب الكبرى اللي هي فيها 4 مليون يهودي. فهي دي النقطة الحاسمة. ففكرة ان يده ممتدة، فاللي حصل امبارح ده معناها ان كل البقعة دي تحت مرمى النيران. ما هي تحت مرمى النيران اليومية دلوقتي حيفا. حيفا دلوقتي بقت كأنها على الحدود. مش مدينة صناعية وميناء الاكبر والصناعات الكيماوية ومحطات الكهرباء وقواعد البحرية والقواعد العسكرية، كأنها على حافة الجنوب. اتنين، يعلم الإسرائيليون وإن كانوا يخاتلون أو يخادعون أنفسهم أنه حتى الوصول إلى الليطاني لا يعني شيئا في مدى الصواريخ، لأنه نعلم أحد بما فيه الإسرائيليون الذين يتكلمون عن أن احنا قتلنا اللي كان مسؤول عن إطلاق الصواريخ. أذكرك بأنه في وقت ما حصل في مجدل شمس الواقعة الشهيرة التي قيل انه مسيرة من حزب الله او صاروخ اطلقه حزب الله، وقالوا ان احنا حددنا القائد واسمه كذا وهنقتله، ثم قتلوا لاحقا فؤاد شكر بحجة ان هو المسؤول. يعني انت يعني الان الاسرائيليون بيحاربوا قوات اليونيفيل مظبوط وبيطلقوا عليها النار، ويخرج نتنياهو متبجحا ليتحدث عن ان دي درع بشري لحزب الله. طب انت شايف مقاتلي حزب الله عشان تشوف لهم درع؟ يعني انت شايفهم فين؟ شايفهم فين؟ لقطت لي واحد؟ انت ممكن في هذا الظلام المليء بالاشباح ان تتحدث عن اي شيء، عن اي تقدير كمي لا قيمه له. لكن نلاحظ ان جبهه حزب الله اضافه للميراث 2006 وقبل 2006، يعني يوقف جلنت قال ذات مرة أنا لما قتلنا عقيل أغلقت الدائرة، لأن عقيل هذا كان سببا في تخطيط لعملية قتلت صديق أعز صديق ليا في التسعينات، هو جلنت. طيب أنت هتغلق الدائرة إزاي؟ أنت بتتكلم عن وضع جبهة لبنان المختلف عن وضع جبهة غزة، ليس في التضاريس فقط وإنما في إمكانية التزويد. أنت في النهاية بتقول أنا هضرب معبر المصنع، معبر مش عارف إيه، أنت لا تعلم أنه كل الحدود اللبنانية السورية كل متر منها تعلمه أو لا تعلمه صالح لإعادة التزويد. ثم أنه التصنيع الذاتي قائم، ففكرة استنفاد سلاح حزب الله ليست قائمة. ثم انه قتل حسن نصر الله واستشهاده في سياق جماعة لا هذا التكوين العقيدي هو قوة، يعني زي اثر استشهاد يعني جزء من او من نوع اثر استشهاد الحسين عند اتباعه. قيمة الاستشهاد قيمة سماوية عليا عند كل المسلمين تصل الى ذروتها في الحوض الشيعي. مفهوم. هنا السؤال، اسرائيل قلنا اصابتها خلال الايام الاسابيع الماضية حالة من النشوة والسكرة بسبب بعض النجاحات المخابراتية والعسكرية. طب الان جاءت الفكرة بعد السكرة وجاءت اللطمة بتاعت امبارح، ده ممكن يغير ايه في تكتيك اسرائيل؟ لن يغير الا مزيدا. يعني في جابوتينسكي اللي هو الملهم التاريخي لحزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، وهو رجل ولد في اوكرانيا كان متدينا في طفولته ثم الحد ثم تبنى الصهيونية وانشأ تيار خاص كده معارض للتيار الصهيوني الرئيسي حيم وايزمان اللي هو بعد كده بقى رئيس اسرائيل، ومات سنة 1940 في
امريكا. جابوتينسكي كان يؤمن بفكره الجدار الفولاذي، انه بمعنى اكثر وضوحا ما لا تحققه القوه يتحقق بمزيد من القوه، هي دي الفكره الاساسيه، مش انت تعود عن القوه لا، يتحقق بمزيد من القوه. الاثنين، صحيفه اسرائيليه دعوت يحرنوت نبهتهم، قالت لهم نحن نعيش في اعتقاد فاسد، نحن نعيش في اعتقاد اننا اصحاب عقليه متفوقه، آن الأوان أن نعترف بأن الطرف الآخر يمكن أن يملك مثل هذه العقلية أو أكثر، يعني جزء من النظر. ففكرة إطلاق القدرة الإسرائيلية دي يعني فكرة اللي بيتبنى، افترض وهذا سيحدث أن الأخ نتنياهو أو مش أخ يعني نتنياهو وجه الضربة اللي بيقولها لإيران، ماذا يعني ذلك؟ لا شيء على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق. يعني إيه؟ يعني لا يعني نهاية الصراع، لا يعني فكرة خلق شرق أوسط جديد كما يقول تتسيده إسرائيل، ثم يكون الآخرون سواء سالموها أو حالفوها أو حاربوها عبيدا لإسرائيل.